يلا اسمعوني. لخاصمني يا زماني ورجع صالحني تاني. طلع انت الاثنين. انت مالك انت؟ مش عارف ايه. في هالة من النور فوقيا شايفين؟ ايه؟ هالة من النور. هالة دي تبقى خالدة. الموضوع يا جماعه بقى خطر جدا ولازم نركز الفتره اللي جايه ولا ايه يا استاذه سميحه؟ طبعا. اوه اهو جبتها اهو. اوه انتوا عمركم راح تجيبوها. ايه يا ابني هو الاكثر هو فراق. صوتك مش لو على سبب البعد حبيبي. يا خيل اللي انا من ربع بعد ما بان ورد خدك وعطل والربيع طول الزمان. بتمشى في بيت صديقي لقيت الحاجات الجميلة دي، مش عارف يا عرايس ولا هل بصي لي وانا بكلمك لو سمحت. ايوه دول ايه بقى؟ ها الصحيان بدري من اكتر الحاجات اللي بتخلي البني ادم مش فاهم اي حاجه. هو صاحي ورانا في عنق الزجاجه بتمرجح في عنق الزجاجه. اوقات تلاقي ال تحس الميه. احنا بدانا الفيديو ده باتنين. ها هيفا. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. ازيك يا مينا؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام. احساسي بيقول لي وانا كمان ازيك يا هيفا. احساسي بيقول لي ان انا عارفك بس خلينا نكمل المكالمه للاخر. اخبارك؟ الحمد لله زي الفل. انا مستني حاجه بس معينه اسمعها دقيقه. رنا بهدي لك كلمه. اتفضلي. طيب بطول العرض. انت بشر ما ينصفش. انت بشر. لا يعني شوي شوي. انا بتكلم ايه ده؟ هلا انا هون مستلم الجيش. اركب اركب. اركب عليه. استاذي كويس في غدا؟ لازم؟ ايوه. الهوى شارد لا جد ولا ضيق والشوق لك قايد صغر ليالي. عن جد كتير بحبك لكم وانا كتير مبسوطه هون بالستار اكاديمي. كان اجمل يوم يوم ما شكاني قلبي من حبك وانا يا حبيبي. يا ملو بس لما كتير عم بيعمل يوم ايه يا ضيعه الها فينا اكتر ما قلنا يا حبيبي اكتر ما قلنا فيها قلتها فيها مش مش هختلف يعني. لا يا حبيبي ما هي عمق الجمله وحش مش عجباني غيرها والله. مين كده؟ انا يلا انا حد دول. ري لا لا اللي بعد لك. لا برضه يلا كمل يلا كمل. مهما بعد اهلي انا وياك حبيبة عليك يضمني. الله رمونا. ثانك يو رمونا. ثانك يو رمونا. ثانك يو رمونا. ثانك يو رمونا. ايه ده اللي انا بحبه ولا مش هو؟ استني رمونا بلا باستا بس عليا جبنه بدها تصير.
لا يا جماعه احمد حسن فاجئني وجاب لي تورته جاي القمر طعمه جميل قسما بالله اتفاجئت والله العظيم قلت يا احمد في بيقول ايه ايه اهدي اغنيه لي لا لا سيبني لا. نفسي حد يديني اغنيه من زمان مش عارفه سربرايز ايه يا احمد عامل سربرايز لمينا قسما بالله اتفاجئت والمحبه الحقيقه يا بعيد تلاقي حريقي ولع فيكي بدري بدري عشان تخلص ساعتين صاروا اوكي أنا ده دورك أنت دورك أنت آه يلا ضربوه حني ضربوه لا صراحة بس أهم حاجة الصراحة أنا محمد وحياة أمي ما في أنا لا لا ما هي الجوري وحياة الله مش أنا بص هنا يلا برافو خش في رصيف برافو اخر سؤال هل انت راضيه ان مينا يمشي مع شيرين يمشي معاها من اي اتجاه احترموا المقدمه احترموا انا انا اعتصم انا اعتصم انا اعتصم سواء سمعه البنت وسمعتي يا مينا استاذ مينا اقعد بليز استاذ انت خليني بيها لقد كنتم مع مقدمه ابتسام تسكات ياما وسوري سوري بحبك قوي ياما 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 من بول زبون عمك يا خلاص وانا اختفيت من الباص لان بما ان ليس بغى ياخذ لي المهمه ديالي غنعطيها له الاسبوع الجاي ان شاء الله هو يقدم لكم برنامج ستار اكاديمي في الباص باص ستار اكاديمي وننهي اليوم ننهي معكم والى اللقاء مع السلامة. سوء اختيار ده ولا؟ اختيار ده ولا؟ سجاجة ولا ايه؟ سجاجة سجاجة ولا ايه؟ تطول على العشاء وقول للفجر انا عايز اشوف اطلع يا عم وريني طلعت ازاي ما بعرف اطلع انت طلعت ازاي وقالوا لنا ممنوع يا عم مش مشكله ما حدش شايفنا دلوقتي كيف ما حدش شايفنا اطلع وريني عايز اطلع يا عم اخلص اطلع يا عم خلاص قلت لي بقى اطلع مش شايف حاجه بدك تعمل بارفيكس يعني تشد وتطلع انا ممكن اسند فوق ايه صح انا هيك عم بس يا يمينة بعت علينا جو خليك انت يا واطي صوري معايا صوري معايا صوري معايا انا اللي جاي صوري صوري معاه انا هنا يا جماعه
حاضر بس هي بتضايقني فاروح لافف في الكرسي والله ما بعمل له حاجه انا قاعده ساكته انا هنا انا هنا بدافع عنها يروح زق الكرسي في اخر الاستوديو مش عارفه ليه ناكل الغيابي عشان ندى الشغلانه تحطوا لي في الحيطه اهو زي ما هو مش عارفه تطلع اطلعي بقى لو تعرفي لمين تقول بحبك؟ بحب امك اكيد. لمين تقول عايزك جنبي؟ عايز بلاش هزار بلاش هزار يا اخوي مينا. لمين تقول اشتقت لك؟ اشتقت ابوك لبيتي اشتقت لبيتي. ولمين تقول فكك مني؟ لمينا. يلا دور استأذنت ولا ايه؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة مش عيب على سنكم نلعب اللعبة دي سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعة تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين 23 24 25 26 27 28 29 30 30 يعني ما بقاش فيك تسع البنات بتعاكس دلوقتي نعم يا استاذ نعم اتفضلوا ايه يا مز ولا ايه يا مز اتفضلوا اهي مصطفى على المروه استغني استغني كورد الري كورد الفار الري تعالى تعالى يا اهبل شايفك من بلاف بالامان يلا خير بيتك يعني دول خلاص كده ولا مش خلاص انا بالامان اجمد يا بطل مفيش حد مفيش حد يا اخي استاذ عبد السلام ازيك يلا ماكو بس قاعد خلاص تعالوا هاي مينا ايه ده كنت داس الزرار بتاع الاختفي فين انا مينا مينا قولي عشان ما تخيلناش قولي وتهدي ماما شوية حرام عليك كل ده معرفش انا قلتلك ان انا كنت خايفة من المادة اللي بتاعت التكنولوجيا دي ما انا مش عارف قلتلك ان انا خايفة منها ممكن تكون دي اللي نزلتني خلتني اشيلها يا بارد شفتي بيضحكوني انا بتكلم بطبيعتي يا شيرين اسمعيني شيرين حبيبتي نعم طول ما انا وياك قدامي ملاك خلي ايه انا هرفع ايه معاك كملي كملي يا سلام فعنيك احلى كلام قرب مني شوية شوية قلبي وقلبك سوا نتلاقى احسنتي
طبعا صدعته. لا خالص احسنتي جدا. بس دودي انت لازم تكلميها تاني عامه. ها يا ابن اسمك ايه بتضحك ليه؟ اسمك ايه؟ اسمه ايه ده يا روني؟ اسمه ايه هو؟ عبدو. ما احنا نايمين يا ابني 4 ساعات يخرب بيت. يلا يخرب بيت فوق نقعد نتقعد عارف يا دمينه وتقعد تحكي لي نقعد ام نص ساعه تحكي لي في ذكرياتك الاليمه. ما بينامش لقيته بيطلع ينام كل ما يطلع عارف يا دمينه يقعد اقول له يا محمد يقعد يحكي 3 ساعات فوق لحد الساعه 5 وبعد كده يقوم يخش الحمام نص ساعه جوه في الحمام خلص حمام يطلع عارف يا دمينه يقعد يحكي والله العظيم. مين اللي عارفين؟ قول لي عارف يا جميله هنا عايز ايه؟ انا عايز هلعب معاك. مش هلعب معاك. لا عايز هلعب معاك. مش هلعب معاك. عايز هلعب معاك. قولي بس نفعت الحلوه ايه؟ هي هياها هي هياها هي هياها. في حاجه ايه ده اللي بتقوليه ده؟ كل ما اقول هي هياها. هي هياها؟ اه هي هياها. هي هي يعني. زي نهين ونهون. ايوه يا احمد. بتكلمني من لندن؟ اعمل ايه؟ لا والله لسه. والله انا في عز ما انا قلقانه بس والله اتبسطت انك كلمتني. ادعيلي ادعيلي خير خير ان شاء الله. اوكي ده الحسين اللي جسمي بحرف الباء. وبقول لك ايه؟ بحبك وحشتيني. برافو عليكي. وايه تاني؟ في واحده ولعت الدنيا. اما براو. اما براو بالبي. اقسم اسيب الاستوديو واطلع اعمل ايه في نفسي؟ حاجه بحرف البي. اما براوة. براوة بس. قولي براوة بس حتى. زعليش سناء. 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 هي الدنيا كده. خلاص خدت شويه شهره وشويه فانز. نفسي سناء. انا لو منك بصراحه وقريبتي كل حاجه ما كلمهاش تاني ما عبرهاش. من الاخر سناء احنا جايين على الدغري والمظبوط والصح والسليم والمفروض يتعمل. انا ماليش دعوه بيها هي. انا لو منك ما كلمهاش تاني. انا عن نفسي بعتذر لك بالنيابه عنها وبقول لك ما تزعليش سناء. ولو منك وهي قريبتي نقطع العلاقه دي اصلا. ما اجيش عندهم البيت تاني ولا اشوف وشها لان هي خلاص اتغرت وشافت حالها علينا. فبالنسبه لك انت سناء يعني القرار رجع ليكي في الاخر. لو عايزه تكلميها كلميها. مش عايزه تكلميها انا رايي ما تكلميهاش. ده رايي انا. لو عايزه راي مينا ما تكلميهاش. يلا خش وريها تعمل ايه. خلصت لك الدنيا. ماسيو ماسيو اخر لما ازق منك احطك فين؟ في الدولاب وفي طب. الشارع. طيب اوكي اوكي فسر لك فسر لك. الساعه كام دلوقتي يا بنتي؟ ابوس ايدك ابوس ايدك حطيني ايديك عايز اضربك بالقلم. خايفه على ايدك اضربك واحد حقيقي؟ اه عادي حقيقي عادي خليه يضربني. ليك يا حبيبتي ما بد يضربك. مش هو اللي عم بعمل ايه ده؟ شيء كمان بيقصوا حالكم. اوكي اوكي تمام هفسر لك. فسري. فسري. الساعة كام؟ الساعة كام؟ الساعة كام؟ الله غدا الله غدا روحي نرجع. مين بعد فيه؟ بعد فيه مينا وبنا وسام. دش يا ابن النوم. شو؟ اول انا مسكت اول واحد. بالعكس بالعكس. يلا يا قدري. هنا انا هون كده هذه. قدري. لان احنا ممكن هون هنا. ولا بالعكس؟ عامل الوحش في الحياة. بالعكس. يلا. أنا عازف يعني لو صحيتك. والله هي لوحدها طارق. انا اسف يعني ما كانش قصدي والله. انا متقل عليك انا عارف. معلش والله ما بصيش كده يعني. هات يا عم اللي بتاعت انا يا عم. خدت ايه؟ شكرا يا كابتن. شيلها بقى عشان مش كل شويه تطير مني واحد اداني.
بيبسي وانت عندك ايه في النيرسري؟ جايدا ورشة. ايه؟ جايدا ورشة. ايه ده؟ يعني حفلة جرادويشن؟ انا بريح صوتي وبرده ما حضرتش حاجه عشان خاطر الايفنت. انت محضر كل شيء والله العظيم، تلاتة محضر غير الاغنيه ومش عارف اكتب مسلسل في يوم ازاي. ترى انت فين يا حماده؟ حماده اخويا كل يوم بينزل يتمرن وياكل موز. كل يوم ينزل يتمرن يقول لي تعالى معايا، اقول له لا يا عم انا مش فاضي، خارج مع صاحبتي. وحمادة هيتحايل عليا. اه والله حمادة، بقول لك ايه يا كابتن، كابتن كابتن هو يطرش ولا ايه؟ مش عارف والله. يلا اتمرن يا سلام. بص يا كابتن، يا كابتن، يا كابتن. شكلكم مجنون والله. دي بتلبسها تشير؟ كانت قبل تشير بحبها. انا البوبي ايه؟ انا البوبي ايه بلابسه كلاب، بلابسه تياب. لابسه كلاب بس تسعيني يوم لبسه كلاب. ما عملتهاش لسه. عامل انت لبس فظيعه. انت عامل ايه؟ انا عندي اغنيه وثلاث مواضيع ومش عارف اختار ايه. يبقى اتحلت يا محمد، موضوع ليك موضوع ليا موضوع لي، ونخش احنا الثلاثه يوم الاثنين مخلصين وما نخرجش نومني. تعالوا ورايا. يلا. بقول لك ايه، مين ده اللي جاي ده؟ في اتنين جايين، مين دول؟ مين اللي جايين من بعيد دول؟ مين؟ تعالى انت رايح فين؟ انت هتسيبني ولا ايه؟ والله انا ما عملت. قوم يا عم. جبنا شاب قهوه. هو اللي كان عايز يكلمه مش انا. على فكره انا والله سحبت الاختي، انا بعرفها من زمان يعني. مش كابتن، كابتن كابتن ما تمد كابتن، اوعى تمد ايدك. انت مش شايف الجثه اللي قدامك ولا ايه؟ اوعى احترم نفسك. بالراحه، نتفاهم. اهو هو ده اللي كلمني. قولي له انه مش انا حتى لاختي. قاعد اقول له بلاش، ببلاش محترمين ولاد ناس، عيب اللي انت بتعمله، احنا مش صغيرين على اللي انت بتعمله. قال لي لا انا عجباني وعايز اروح اتقدم. قلت له يا ابني انا عارف صاحبها اساسا، صاحبها ده صاحبي وعارفه جثه وبيتمرن معايا في محمد اخويا في الجيم. فاعمل ايه؟ محتاج ان انا